أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية المضي قدما في المزج بين الخبرة العملية والعلمية باعتبارهما بمثابة وجهين لعملة واحدة، مشيرا إلى أن صقل الخبرة ومهارات العنصر البشري يعد ركيزة أساسية لعملية التنمية. جاء ذلك لدى رعايته حفل تخريج الدفعة 11 من حملة شهادات جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين والمكونة من 33 خريج، حيث أشاد الوزير بدور جمعية المحللين الماليين المعتمدين في تعميق المفاهيم الخاصة بالعمل الاستثماري على اختلاف مستوياته ومجالاته. وقد أكد وزير المالية أن تخريج المزيد من حملة شهادة المحللين الماليين المعتمدين سيشكل إضافة جديدة من الأفكار والطاقات والطموحات التي ستنعكس بصورة إيجابية على حركة الاستثمار في المملكة والقطاعات الاقتصادية والمالية الحيوية. شهادة هذا اليوم اللي هي فيه شهادة مالية متخصصة، يدرس الشخص لها ويجتاز 3 امتحانات معها 4 سنوات من الخبرة العملية المباشرة حتى يحصل على الشهادة. أهميتها أن كثير من القوانين والأنظمة اللي تصدر في عموما في أسواق المال تعتمد على منفذينها، ولما نرى عدد يقترب من 200 شخص في مملكة البحرين من حملة هذه التخصص، أعتقد أنه شيء يثلج الصدر وشيء مهم جدا بالنسبة لنا. وجودي معهم اليوم للتأكيد على حجم العمل اللي قاموا بالحصول على هذا التأهيل لأهميته للقطاع المالي بشكل عام، وأيضا وجودنا مع الشباب دائما يعطينا فرصة أن احنا بعد نسمع لطموحاتهم لأفكارهم لتوقعاتهم ونتحدث معهم أيضا عن ما نراه على الساحة احنا من فرص ومن تحديات، فهي مناسبة طيبة جدا وأتمنى لهم جميعا كل التوفيق. Chartered في CFA من أهم الشهادات في مجال الاستثمار، ودائما أي أحد يعمل في مجال الاستثمار دائما يطمح إلى الحصول عليها، والحمد لله السنة تم تخريج 33 حاصل على الشهادة، معظمهم الحمد لله بحرينيين، وإن شاء الله في، وهذا طبعا يفيد القطاع المالي من جهة هي تدعو إلى أرقى مستوى من التعامل بالحرفية المهنية.